دخل وفد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين سباقا مع الزمن في سبيل حث زعماء الأمة العربية والإسلامية على نصرة غزة، فكل دقيقة تمر تأخذ معها أرواحا فلسطينية يزهقها الجيش الإسرائيلي بلا رادع. المهمة بدأت إذن والمعنويات تبدو مرتفعة. يا لائمي ينظر، فالله من أزل أرسى نواميسه في الخلق كالفلق، هم حاربونا برأي واحد، عدد قل ولكن مضاء ثابت النسق، دأبا وعزما وإعدادا وتضحية، وبادروا غزونا في مكر مستبق. أنا متفائل دائما، وإن كنت يعني أرى انكسارات وأرى أشياء، ولكني أنا متفائل وأنظر إلى هذه الأمة بعين التفاؤل. ونحن على كل حال نؤدي واجبنا ونقوم بمهمتنا، نبلغ الرسالة ونؤدي الأمانة ونقول كلمة الحق. تفاؤل حمله معه الوفد إلى الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، حيث عرض على العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز أهداف المبادرة التي كان أهمها وقف الهجوم الإسرائيلي وفك الحصار عن أهل غزة ونصرتهم في تصديهم لآلة الحرب الإسرائيلية، فضلا عن وقف جميع أشكال التطبيع مع إسرائيل. التقى وفد اتحاد علماء المسلمين في مستهل جولته خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، قياما بواجب الأمانة وإزداء النصيحة لأئمة المسلمين، وتعاونا على البر والتقوى في لقاء اتسم بالصراحة والوضوح من الطرفين حول الاعتداء الإسرائيلي الغاشم وتداعياته على أهلنا في غزة. وقد رحب خادم الحرمين بزيارة الوفد وثمن دور العلماء في خدمة قضايا الأمة. وفد علماء المسلمين طوى الأرض طيا وحل بدمشق التي يرى مراقبون أنها في تناغم تام مع الوفد في نظرته لما يجري في غزة ولما ينبغي فعله لوقف ذلك الذي يجري. المواقف السورية المعلنة الرسمية تتجاوب بدرجة عالية مع موقف الشارع العربي، لذلك من هنا أهمية زيارة الوفد إلى دمشق واجتماعه مع القيادة السورية، وأعتقد أن هذه الزيارة ستعطي نتائج ما إيجابية، نأمل أن تتراكم معها الجهود في زيارة باقي الأقطار العربية. هل ستؤدي جهود علماء المسلمين إلى تغيير شيء على الأرض؟ لا أحد يدري، لكن السؤال بالنسبة إليهم لا يطرح حتى، فالأمة أمام تحديات جسام والتحرك واجب شرعي، أما الفشل كما يقولون فكالسيف إذا نبى لا يضيرهم ما دام العزم قد صح منهم. عبد الحق صداح، الجزيرة، دمشق.